سؤال رقم 9 طلب مني ما اسم هذه الدارة؟ هذه الدارة تسمى مضخم استطاعة صنف بي أو مضخم دفع جذب. مضخم صنف بي وظيفته تضخيم الاستطاعة وذلك عن طريق تضخيم التيار أو يسمى بمضخم دفع أو جذب. لماذا سمي دفع أو جذب؟ لأن المقحل الأول أمبيان تيار يذهب إلى قاعدته وكأن التيار يدفع القاعدة، والمقحل الثاني بي التيار يخرج من القاعدة وكأن التيار يجذب القاعدة. في هذا المضخم وظيفته تضخيم استطاعة وبالتالي تضخيم نوبتين، تضخيم النوبة الموجبة والنوبة السالبة. إذن MBN وظيفته تضخيم النوبة الموجبة وBNB وظيفته تضخيم نوبة سالبة. لماذا أضفت ديودين؟ وظيفة الديودين إزالة التشوه المتسبب فيه توتر العتبة لمقحل T1 وT2، بحيث يجب الانتقاء ديودين، يجب أن يكون جهد العتبة لديود D1 هو نفسه جهد العتبة لT1، وطبيعة المادة ديود 1 هي نفسها طبيعة المادة لمقحل T1. إذن جهد العتبة لD1 دائما يساوي T1. إذن وظيفة ديود 1 هو تخلص من تشوه المتسبب فيه VBU للمقحل الأول، بنفس الطريقة D2 تخلص من جهد العتبة المتسبب فيه مقحل T2. وركزوا على مراجع الثنائية، إذا D1 وD2 لديهم مرجع هو 1N 4007. نذهب إلى